السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في القناة ديال حليمة الفلالي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقتي في البليغة المعسلة، كتجي مقرمشة وزوينة بزاف في المذاق وسهلة حتى في التحضير، يعني أي وحدة ممكن تحضرها في البيت ديالها، راها يعني في المتناول ديال الجميع. نبداو إن شاء الله في المقادير. غنحتاج 250 غرام ديال الدقيق الفورص نوع جيد، عندي 250 غرام ديال الزنجلان محمر، يكون محمر مزيان ماشي بحال ديال الشباكيه. غنحتاج لجوج معالق كبار ديال الزبده ما يعادل 50 غرام، عندي معلقه واحده ديال الزيت المائده، عندي اكيد بقى هاد النافع والقرفه يعني اختياري، ممكن ديري وحده منهم ممكن ديريهم بجوج، يعني على حسب النسمه اللي بغيتي. انا غادي ندير نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال النافع، نص معلقه صغيره ديال الخمار الكيماويه، وشويه ديال الملح. صافي غنبدا ان شاء الله بالتحضير. غادي نضيف الدقيق، الزنجلان، يعني غنضيف النافع والقرفة والخمارة والملحة دقة واحدة، نخلط النواشف كاملة بحال هكايا، نزيد الزبدة مذوبة تكون نوع جيد كما كنقول لكم ديما، من الأحسن الزبدة ديروها نوع جيد كتجي حتى في المذاق ديالها زوينة. غادي نرمل هاد المقادير هادي، تتخلط مزيان صافي، ونجمع بما زهر يكون مسخن باش يعاونني العجينة ما تحتاجليش تدلك بزاف. انا غنزيد شويه بشويه ونشوف، نجمعي بشويه ندلكها ونخليها ترتاح عاد كيفاش نخدم بها. هاد يعني البليغه كنت درتها عام الاول ولقات استحسان يعني من بزاف ديال البنات، وهاد العام طلبوني عليها، قلت ندير فيديو واخا غير كميه بسيطه، ممكن نتوما تضبلوا المقادير يعني ديروا نص كيلو في نص كيلو هكايا، نبقى معاها حتى نجمعها وندلكها شويه ونخليها ترتاح. استسمح نسيت صفر بيضه حتى هي كنديرها، ما ديروش البيض البيض يعني واخا ديروا كيلو يعني بين الزنجلان والفورص، ما تديروش بيض البيضة لأن كما كتعرفو كيدير كشكوشة في القليب. بعد ما دلكت العجينة مزيان كنقسمها لتلاتة ديال الأجزاء وكنديرها في بلاستيكة وكنخليها ترتاح واحد نص ساعة على الأقل، وعاد كنرجع نشكلها. طلقت العجينة كما قلت لكم تكون رقيقة بزاف باش تجينا مقرمشة، كنقطع يا اما طابع بحال هذا اللي بغات يجيوها مقادين يعني 100%. انا كنستعمل غير الجراره باش كنختصر بزاف ديال الوقت، كنحيد هاد الجناب اللي زايدين وكنقطع مستطيلات طوال بحال هكايا، وكنعاود نقطع في الاتجاه المعاكس باش كنشكل مربعات صغار، نتبعهم هكا صافي. كنبدا كنقد فيها نسيتها، كنهز مربع بحال هكايا وتندير له هكا، وكنشدو مزيان بالصبع ديالي خاصها تشد مزيان. دين سبعاني كنشد قلت لكم المربع كنديرو بحال هكا، وكان يعني عندي صبع لداخل ها هو وعندي صبع من الفوق الكبير، وكنبرك باش ما كتحليش في القليم نفس الطريقه هكا، ها هو الصبع هنا
هذا نحط فيه هنا، وهذا الكبير تنبرك به مزيان. كنبقى مع مربعات بنفس الطريقه، كنكتفهم في بلاطو بحال هكايا. انا غادي نعاود ندير بلاطو اخر صافي، حتى كنساليها وعاد كنبدا بالقلي والتعسان. صافي دابا ساليت البليغه التشكيل ديالها، غادي نسخن الزيت على مقله في نار مجهده، عاد نقص عليها اللوح البلغه، وندير هنا العسل تكون خاتره. كي كنقول لكم ديما العسل اللي غتعسلوا بها تكون خاتره باش ما كتشحتش من الحلوه. وعندي هنا كسكاس اللي غنصفي فيه، وكما العاده وحده باش نهز من الزيت وحده باش نهز من العسل. دابا الزيت ها هي سخنات، غادي ندلوح البليغه وحده وحده واحد شويه ونقص العافيه. غادي نحضيها في القلي، نقلبها مره مره وعاد نصفيها ونديرها في العسل. خص الزيت تكون يعني دايره فوق، تكون شي شويه تكون تغطس فيها البليغ. نبقى هكايا حتى نعمر المقله كامله. ها هي دابا البليغه ديالي صافي تحمرات، قلبتها على وجهتها هو تحمر. صافي كنبدا نجمعها هذه ونخليها تستقر من الزيت مزيان. باش ما تضيع ليش العسل هذا الزيت. صافي وكنلوحها مباشرة هنا العسل واحد شوية، وعاد نبرك عليها. ما بغيتش نقيسها دابا باش ما تهرسليش شوية، ونيت غادي تسخن العسل. من الأحسن العسل ما تسخنوهاش باش كتلصق في البليغه في الشباكيه وفي اي معسله. من الاحسن تكون قاصه دايره يعني خاتره قاصحه، وما تخدموش ديال الزنقه ما كتجيش زوينه كاع. صافي دابا غادي ندير ها هنايا شويه ونبرك عليها وندير قليه اخرى، اولا نحاول شويه بشويه يعني ندير لها بحال هكا حتى تتغطس، يعني منزلبش عليها هاد اللولة باش ما تهرسليش. صافي دابا غندير القلية الثانية وغنتبع بحال هاد المراحل اللي وريتكم دابا. مي تنقلب ديك القلية اللي في المقلة على وجهها، كنجي وكنهز كنهز هادي من العسل ليه بشوية باش ما تهرسليش، لأنها شيشة بزاف كتكون مازال سخونه كتهرس. صافي كنبقى هكا بشويه وانا كنستقطر من العسل، وكعاد كنحطها في الكسكاس هكايا غير بشويه. ان ما عندها دوك الجناب الا ما دبرتي عليها، ما ندير غير كميه صغيره، ما بغيتش ندير طاوه كبيره للعسل. صافي كنخليها هكا كتستقطر وكنديرها في الكسكاس باش تكمل فيه بشويه. نحطها هكايا صافي ونمشي نهز الاخرى من المقله. انا ساليت التعسال ديال الشباكيه، غادي نخليها تستقطر هنا مزيان. اللون خصو يجي مفتوح شويه ماشي بحال لون الشباكيه، لان لون الشباكيه فيها الملون الغذائي كتجي محمره بزاف. هذه لا ما خصناش نتسناو حتى تولي في ذاك اللون، شويه كتكون مفتوحه غير مذهبه. الا زدناها حمرناها بزاف الزنجله اللي فيها كيتحرق، اللهم كنخليوها شويه يعني كتتحمر واحد شويه ماشي بزاف، كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. نتسناها تقطر وعاد نديرها في البواطه ونوريكم الشكل النهائي ديالها. ديالي بعد ما استقطرات من العسل كتجي رائعه، كتجي مقرمشه بزاف. مهم انكم ترقوها في الطليق يعني في من تلكوها تكون رقيقه بحال هكايا، كتجي لذيذه. الان انها سهله في التحضير، ما كتشدش بزاف ديال الوقت، ما فيهاش تماره، انا ما درت لها لا لوز لا والو، ماشي مشكل يعني تخاكا وكتجي زوينه. كنتمنى تجربوها راها رائعه، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء.